الحلاج بالعام 1445. نبدأ البث هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا طيب الجميع فردا فردا باستثناء هذه سحبة علمك صعوبة إنشاء المحتوى. أنا عشان أجمع لك 9 ديموات أحتاج أسحب عليك 4 أيام وهكذا. كل ما يعني توهقنا بالألعاب أحسب حساب سحبة 4-5-10 أيام وهكذا. أنا أجمع لك كذا أشياء قدرة من هنا ومن هنا بعدين نجي كذا نرميها في بث واحد ونمشي لمدة 5 أيام زيادة. يلا حي الشات وشاشتي علقت وما أدري أشوفكم بس عادي. عليكم السلام احتياط للكل. أهلا وسهلا يلا حي. أيوة كذا تمام. عليكم السلام جميعا كلهم باسمه يلا حيهم. أي محتوى زبال ستيم اليوم زبال بس أنا أغلبها ديموات يعني ما في لعبة محترمة. كنت أجمع آخر كم يوم آخرها ديمو اللي حطه هيمان في ديسكورد. شكرا يوسف على الاشتراك. لا كم اللي أقولك برجع طرزان وأسحب عليك والله من زمان. عليكم السلام إبراهيم والبقية اللي فوق. ثور ينزل بالجديد في بقاق الشايب ماديكس ران. هذه نكتة يعني وكذا أوكي. ثور خذوه في بلدنس ما دي يشتغل على بقاق. قاعد يتعلم من ريل انجن 5 تجهيز البقاق 2. تذكر كلمتي هذا بس متى ما ندري. سنة سنتين. عليكم السلام صباح النور. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام لأخو الكيين. أهلا وسهلا يلا حيهم. ثور قادم بس قاعد يتعلم أطول فرصة. بسم الله وعلى بركة الله. شوفوا ببدأ الديمو اللي أعطاني هيمان اللي هو أخش حمد وبعدين نحول على الديموات اللي أنا محملها اليوم اللي راح. ما يحتاج عدل اسم اللعبة لأنه كلها 10 دقائق وبنقفل. ويقول لي كور قرد الله يخرب. طيب شوف رمضان كل يوم بث. عليكم السلام على اللي دخل لنا كورة. إذا وقتها في لعبة تسوى كل يوم بث نعم عنهم كلهم. أضمن لك بس على حسب الألعاب. رمضان اللي فات هو اللي كان فيه رستنتي بالفور صح؟ اللي قبله السنين صارت تمشي بسرعة الواحد ما صار يفرق. بسم الله. ايوه كذا تمام. انا مساء النور يلا حيا. سلك سونج متى؟ بعد 20 يوم. جود قال 24 فبراير. صبر اذا ما زالت 24 فبراير بينطن لين تنزل اللعبه باذن الله تنزل 2030. لو جينا شغلات شربت حق مخبط عادي تتاخر طبيعي بعض المرات. وهذه فائدة كيك انه يرسل لك شعار حتى لو ما جاك حق تويتش لان البثين يجون بنفس الوقت. عليكم السلام اغا. اهلا وسهلا يلا حيا. جربت رقامي 2 اذا قصدك لعبة التجسس. اي لعبت الظاهر بس اللي بثيتها الاول اتوقع. اي وعليكم السلام يا موهد الضومي مومو. اهلا وسهلا يلا حيا. وش اللي بتنزل 24 فلاير؟ لا تحمس ما في شيء بس انا انقل لهم هبدة مجود لما قال ان سلك سونج في 24 فبراير. ها يا رجال سد حلقي هذا هي طالع ما فيها شيء. يا الله حي الجاد. بسم الله وعلى بركة الله. شوف لعبة هيمان حلو هي تشتغل هذا اهم شيء عندي. ثاني ممتازة الموفمنت باللعبة الخرافية. تذكر ظاهر أنا لعبت الثانية بس ما تذكر أنها في بث الصدق. لعبتها كوب يمكن شيء بسيط. شكرا يا موهد تراك عشان بسحب خذ راحتك. سيب تسحب مفهوم ما تشترك لكن سلامتك يعني. تمازل جديدة لا أقول لعبة هيمان بسحب إلى اللقاء. جربت بالورد. لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا حيا. قريبة بث مبكر لأني عندي قناعة غير إن أصلا ما في محتوى. عليكم السلام ورحمة الله. يعني ماد السابط إبراهيم صح؟ عليكم السلام يا سعود. أنا لاحظت أن إذا ما استغليت ساعات نشاطي باليوم اللي هي أصلا قليلة خلاص ما عاد يصير لي حيل أني أبث. فقلت خلاص نبث على طول الوقت يعني لو قعدت زيادة ساعتين ثلاثة دخلت بقاق ودخلت مدري وين ورحت يمين ويسار خلاص راحت الطاقة. صرنا نتعب بسرعة أتصلنا زي أول ما شفته بالله مشيها لك قلت اللعبة عالي أقصرنا عليه. طبعا قليلا ما تأكل تمر حليب. لا عادي أول ما أكل تمر حليب كنت نشيط أيام كود
بس هذا العمر ما يسوي. أشوفني يعني قاعد ألعب الألعاب القذرة دي اللي ما أبغى لها تركيز. راح يرجع له شيء. عليكم السلام، هذا الملجأ. نعم هذا المنتدى. والله ما أدري منه بس شكرا مقدم. نكت بث فيه، لا طلعت فيه كم كلب وسحبت عليه. شكرا يا بدون اسم، سألتك حاط اسم عشان نشكرك بالاسم بس شكرا يا كل الأحوال. اسم على راسي ووعدك 20 دولار هذه ان شاء الله بتعشى فيها كباب الاسبوع الجاي، بدعي لك بشبعت على راسي. بسم الله، اللعبه حنانه كموفمنت من البدايه، شيء سريع جلدي جلدي. اصاب مرادي ودي طعنا، ودينا المقر الذي يستحقه. لا انا لكل البلاهي. هلا وش سويت انا اصلا؟ يعني لعبه شكلها حلو والله، حلوه على غير عاده هيمان. انا بس لو راح سيف كناوي راح الكيك، وبتعرف وين راح سيف كناوي. هلا يطعنك، هذه فلوس تتخلص، مو منطقي فلوس ما تخلص. احا هولو نايت، هولو نايت لا راحت ولا جت. فين القمار بعد البث؟ لما كورك لا تقر لاندو مسواء. صح ذكرتني اترك واحدة، وقعت كل كلاسيكو بكرة الإيطالي، ومن اللي بيلعب دوري ولا كاس ولا وشو. أذكر عندهم سوبر، السوبر خلص صح اللي فاز فيه انتر على نبو. لا لازم تهيل بسرعة اسم اللعبة، ما أدري بايو جان اسمها. شوف انتر دولي ميلان سو على بر، بس اللعبة داخل جسم إنسان وتكرياته دم بيضاء. طيب أنت ما قد حسيت إنك داخل انفرادي أنت وكناوي؟ اشرح لي اللعبة. طيب يبغانا نركز شوي مع اللعبة، شكلها مستقبل. طيب الجنب ما فيه؟ الهيل ياخذ من الإبرة. شلون نطق؟ ذا يدمج اللي تحت. تمام تمام، يعني مبدئيا جيدة صراحة. شوف هنا في طريق سري، رايك صرت أخبز هذه الألعاب خبز. هذه اللي تقول سكازوكي اللي نسحب عليها عشان عشان اللي عندهم وسواس. شلون طقوط طقوط؟ من ذا اللي دمجني؟ شكرا يا فهد خالد، عليكم السلام صباح النور. يلا حيا نضيق صدرك كل ما تجينا حزين، في دوامات ولا ضغوطات الحياة. أتسولف أتسولف، خلني ألعب. هوهي وخر. نوغل عليكم السلام ورحمة الله. أنا مايكرو ووركس، شوف الاسم غريب علي بس أظن لعبة قالها لي أحد وشيكت عليها، بس ما ذكرني لعبتها ولا لا الصدق. هو صريح شلون؟ Thank you.
شيء. هذه ترجع تنبس من جديد صح؟ على الدم الخضراء. اي والله اوكي. المعلومة كنت احتاجها. البانة دي ما ارتاح. حلو. لازم تجربها. الرجال الحمر اللي وين؟ اي حمر؟ ما اتذكر اني تركت شيء مهم. يا ميني جيمز تقول ايفا في اسئلة. اللي هي حق الشات ولا ما لها دخل؟ إذا كان هي ولا لا. الجدار البلازمي بلا بعده. شو اسمه الجدار الصملي؟ يلا 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 جل اكتب تعجب الوقت يطلع لك كم بي قاعد أبدا. أمر التوك كان قلت ما أعطوك بلا اسحب عليه. أنا أحتاج هيل. هيلت. هي يحتاج هيل. بالله شفت كل من الجات. بابا. هذا ليه ما يصير حلقة؟ هيل. شلنا الجدار البلازمي. اصبر. ايوه ملك. اسحب عليه. ابي اتفلسف عليه. قد داهمتنا الفيروسات وانقذنا. اعرف خلاص. تبني الأصار الهضمية مخلينها بوس هنا. قراءتي قول في طريق سري هنا. كنسل. ها وهيل أنا فل. قيل شوي. بس. نعم. ترى الله. هذه حلقة ريك أند مورتي أول مرة تعجبني. تودي يحتاج بس يعني اهتمام. ولا فيه كنوز مخفية. أبي كأنها مود بهولو نايت. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو ناصر. يلا العادة ما أتحمس للألعاب أغلب موات التوديب لأنها تصير بطيئة. بس كذا لعبة مسوينها شخصين بس هذه حلاوة. شو سلاسة وأربعة. بس الجو الآن ما عجبني. لازم تطلعني برا. والله ما تحرك. طلع اللي تبغى. والله ما تحرك. انا قاعد لك هنا. لا الحين اتحرك. كذا اتحرك. دود الشريطية هذا. بالله هذه. بالله. تخيل اسوي قمار عشان دودة شريطية. عندك دوام بكرة؟ انا قاعد اداوم الحين. نجام على الطريق. هذا اللي يقول كلمني. قايل لك ما عندي اي شيء مهم. بس يضيعون وقتك ويمشون.
صاملة. دقيقة في طريق هناك. لا هي. هنا المطور. أنا فهمت ما يرمي إليه. يقول إنه في دبل جمب. لما يحط لك مكان زي كذا يقول لك بيجيك الخير بعدين. كذا النظام. شلون اللعبة؟ لازم اقتل الدودة الشريطية. يعني اللور كله يتمحور حول هذا الموضوع. هذه اللي تطلع لك فيتامينات حديد وكالسيوم. دم اللمسي دم. شلون اعرف انه بيرمي بيهجم علي؟ دقان وش ذا؟ والله لا فيك. يعني من بدايتها بوس بقطانة، وهذا شيء غير مبشر. يعني مدحنا اللعبة قبل شوي، بس ما تجيب لعيالك. اوكي صدقناهم سبايك بس يشتتون. انا اخذ فيتامينات. عطني معادن عطني. قال لهم الرمز امر، اذا قال يسرعون. طيب السؤال، ابغى اروح الجهة الثانية شلون؟ انت وش تب؟ بس هيا طيب. الجيم مش كانوا انا بفت الصار كنهم ياخذوا من الوقت. ما عاد اللي اخذ من الوقت في الدنيا البوس. هذا كده تضرب. يا الله انا هين. سمعني صياحك. بيو 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 بيو. صوت بالله الصوت متغير. طيب شو السوات الحين؟ سوي القمار. اوه مجهول هنا. يلا حية. انا شكل في ناس جايين اسحب عليهم. واضحة لازم قمار. لا 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 لا، انا اسوي قمار عشان بوس زي كيناوي معصي. عليكم السلام. شوف التكتيك اللي بسويه. رايك؟ مشكلتي كانت بالتطبيق. برجع اسوي. يعني. هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
وزع بالله عندكم الجاية ميم واحد بالله اصبروا وين رسبنتهم يمين جيت يسار بيو 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 أبي اللي هلت شيء والله قلت شي فنان آه مطور مو بوقتك الله الزاوية الموضوع كان بس يبغى له تغيير في التكنيك لازم تروح يسار تغير في الأسلوب شاطاني قبل شوي هو شفت سلاح أنا بس طنشت هذا يقول لك مقاوم إشعاعات هذا الايم حقه أحسن اوكي طق 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 يا زينة تك 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 سيف كناوي رجع رجع السلاح رجع انزل انزل اطلع لننظفه تعالوا عليكم السلام عبد المحسن يلا حيا يا ابوي 7 ساعات يموت يلا 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 موت الدبل جمب انا ما احتاج اسلح اجابيلتي ارجع مطور مقدار خلاص بس ما لها فلوس هذا وشو بعد هذا وش كريات شو يا كرية كرية ما في هيل تسولف على مخي لا وصلنا هذا وش هو بونفاير صرت استخدم بالله السلام عليكم مجي 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 من مجي مجي عليكم السلام يا فهد شكرا يا الطبقة الثانية ويلا حي وش ذا الشيء اللي انا قاعد اخذه طيب بس بابا ما في رصاص صح؟ يخلنا شيء دي خريطة
يستهلك الخضرانية. اصبر اصبر الهي. اوكي هذا يعطيني وشو. ما تسولف صوت مختلف هنا كمان شغل. لا ما نشغل. تابع لي. عليكم السلام. من المسلم؟ نفسه فهد. أرابيان شرطة سفلية ماد نبغى غنيتا فهود الرتل فهدي. والله ما حطها. والرد لك والعلفة ما بعض. بس أجبدون الارث باسمي. حط لك بتشترك كل 5 دقائق. بونك. وشو بوس بعد؟ اوه اذكر الله اذكر الله. ولد 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 سلامات. طيب وغانا مكان لازم نمسك هاي. هو يلحقني ولازم انا انهاش بسرعة. بالله بيو بيو بيو. طريق فوق صح. هذا طريق العودة. ناخذ لفة في الدنجن وبننزل من هنا. كويس. لا لا ما تروح يمين يسار. ولد شكرا يا مكفتت راسي. لا 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 بابا 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 هيل 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 هيل. شكرا يا ناثينغ راسي. انت بذرة الست البوس قبل الأخير ان شاء الله يعني. بالله من هنا شيل شيل. شكرا يا ناثينغ على راسي. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حي. هذه السولز حقتي اذا لقمت. شكرا يا ناثينغ. تستهبلون صح؟ كمان سعيد has credit card was stolen. كمان سعيد decided not to report it because the thief was. وزيش كمل. ذكرت ذكرت اللي سرق حق روبلكس الله لا يوفق. انا ما له دخل بس ذكرتها فجأة. هذا الشيء الوحيد اللي ألح فيه.
حقه بشخصا. ملقم السبك شلون؟ هذا من هو الحين؟ اي دودة؟ هذا فخ لا ترجعوا اصبر. انا داري انه فخ. هذا فيوز الحين يصير اقوى. وش تبغى تزيد؟ ابه هيلث ولا طاقة خضراء؟ اعطني هلاثية. ماشي خلصنا المهمة الأولى. لا بل الآن حلو، بس كونك داخل جسم يعني الموضوع يخوف، ما تدري وين بتروح، ما تدري فايتاتك وين بتكون، هذه مشكلة. My dog seems stable, but her condition can change at any moment. You must find a way to the other organs and stop the duper virus from further spreading its influence. عشان كذا الواحد يلعب الديمو يوقف. شب على خرابيط، نزل نزل نزل، عطنا فلوس. شبيع. من جريس اي بكذا عطني الزبدة بالاخضر، لا تقعد تكتب لي كلام فاضي. هذا ما ادري وش الصدق. عموما خلنا نجمع فلوس اكثر عشان ما اشتري شيء واندم عليه. تصير اذا شريت شيء وصار سافل عادي عندك فلوس تعوضه. بس الاخير بالمخ. بالله الخنازير، اي والله خنازير. والله اني كنت مبسوط لين علمتوني، بس يلا عادي. عليكم السلام روك، متأكد انك داخل جسم؟ ايه انا الحين في الغدة نازل على تحت. هذه المعدة، هذه اثار الحمض حق الاكل، اذا جعت يطلع كثير تبلع المعدة، ما ادري ايش اسوي فيه. شوف هذا اللي تحت اللي يبدا يتاكل. الحمد لله انه يبقى دكتور. هذه العيون مثلا. لا لا اذكر الله، ان شاء الله انها مو موجوده بالديمو اتمنى. واللعبه الكامله دام بدايتها كذا انا مستحيل العبها، انا بخرج في قمه مستواي، ما ابغى اوصل اكثر من كذا. يعني يكفي اني قاعد العب خنزير. والله هذا الخنزير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حي تطلع من الجسم بعدين. انا ما ودي اعرف الاجابه هنا، عشان كذا انا بخليه داخل الجسم، خلي اللعبه لحالها. هذا خنزير تو لاحظ، يا ساتر يا بطء الاستيعاب. هذا في عالم ثاني. اصبر، هل الداشيه تخترق؟ يوم بتاست كان جبت لور اللعبة، لا فكنا انت والبتاست، ما نبغى لور اللعبة. اتوقع اللي عرفناه كفاية. هذه العيون. لا يعني لازم من هناك. يشبه ذاك اللي لا يخشى الا الله اللي في
هولو نايت. اتوقع لا متوقع. اصبر في طريق يسار بس نروح. شو ذا؟ سوي ذا الاصفر. يفجر اذا سويت داش. لا قل لي يا مطور. طيب هنا البوس. بس اصبر 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 عليه اصبر قال لك اصبر بالله اصبر 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 هذا اللي اصبر ما يحتاج تسمع عشان تعرف نهاية سويت الشيء الصح وأنا ما أدري وش قال. شكلنا نتسكر. لا لذة لما تعلم نفسك. طيب الفيروسات كذا داخل جسمه هي فعلا كذا. هذا اللي حاول يجسد السيد المطور. هذا الخنزير هو الأجسام الضارة اللي أخذها مع بيبسي. الأشياء المضرة. هنا بوس. أنا ما صحيتك عشان تسولف. شلون؟ تعب ما يسوي. ما عليك أنت الموضوع. كم من نوم؟ يجي هذا وش انا عن نفسي ما ابغى اعرف انا وش ذا المكان. انا احس انه ما راح يعجب احيانا عشان كذا يقول لك من الحكمه انك تكون جاهل في بعض الاحيان. جاهل نعمه ليس سيء بجميع حالاته يعني. عشان كذا الجهلة دائما مبسوطين. وفي أمثلة في الشات من غير ذكر أسماء. هو مبسوط 24 ساعة مستانس. ليش؟ لأنه جاهل. لأن الوعي لعنة. تشوفون هيمان حزين 24 ساعة. هذا الوعي وش يسوي بالواحد. يعني الذكاء آفة. طيب صار على البوس. كنا ندور بوس. هذا مكاننا الأصلي. طيب خريطة يقول لك في طريق يمين وفي طريق تحت مرة يسار ويمين. لديك تطويرات. اصبر اصبر ما شفت. شو سحب علي؟ اوكي خلاص مو لازم. ما ابغى تطويرات. جيل هذا شلون اطلعه من بيته؟ هذا بعدين ترجع للمنطقة ذي وتفقعون عصروني. بس يعطيك تمهيد. ولد عندي هيل. ليش صاير التجميع بطيء؟ سالفة. ولد كلمة مفضلة ايش انت؟ عليكم السلام بن شامل. يلا حيا. اهلا وسهلا. كذا جسم بنت تعرفك.
اشتري اللعبة يعني؟ طيب هذا المكان ما نقدر نروح. مرة ما في شيء تكسر. لا هي وين راح يحل الكيميكال؟ طعنت من غير حق. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. أفضل شيء في الحياة لما تنطن ظلما وعدوان. ما أبغاك تنطن بحق. أبو الهيل هذول يعطون انرجي أكثر. قفل في بيضات الموضوع عشانك في الموم بالله. طيب يمكن تكون أنت خنزير. خلنا نستكشف. أنا بدأ يشدني اللور صراحة. يشدني للألتو فور هو بعد شوي بس يعني عشان أحاول حمسكم. نهاية المكان أنت فيه مطم. لا الأمر كله خير إن شاء الله. اللور خلنا لا 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 شوف هذه اكثر لعبه ما نبغى اللور حقها فهد. خلنا كذا جهله وبنقفلها بعد شوي ونمشي. والله هنا البوس. هنا البوس من المدخل حقه واضح. شو ذا؟ أدري وش هو الصراحة بس واضح أنه كلام فاضي. الآن عيون الأقل بالله ولا والله اني سريع يا مطور. هيل بسرعة الداش اسحب علي. دقيقة الطريق اليسار اتوقع انه بيرجعني غصبي. عليكم السلام اللي سلم. اسماعيل السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي. وش ذا؟ بالله انا توني اشوف ايش قاعد يسوي. بالله وخنزير لعن ذلك صغير. اوكي. طيب سامي صار لي ما يسوي شيء. ما عندي. لازم بق هنا. اوكي. جيب له بق. صح في شيء لازم نذكر عنه في كل بثبوث قادم. انما اقرب لعبة كبيرة ان شاء الله. اللي اصلا ما ندري متى ما ندري وش بتكون. بتكون بثوث حصرية فترة على كيك. انهم حطوا لي وجبات جديدة لازم اسويها. يعني اشبه الطلبات الباطنة بس الله من شوي اصعب. بس ابغى اسويها في الفترة لاني من ضمنها انك تبت 50 ساعة في الشهر. هذا مستحيل اسويها بالالعاب السابقة الموجودة الحين. فننتظر لعبة كبيرة. شوف طول فلوس عليها اتوقع اي بس ما ادري كيف النظام الصدق. بس هو الكلام عن انه كذا شعور الكوستات حق دستني. يعني في شيء واجب لازم تسويه. اتذكر كان تويتش كذا كان 42 ساعة في الشهر. كان عندك محفز تسوي تبث تكمل حتى لو ما لك خلق تتحمس. فانا احب هذا النوع من الطلبات بس بشرط انه يكون في العاب عاد تستاهل.
لازم اخذ هذه واروح بسرعه هناك، مستحيل. لعب تكل؟ لا والله مو بجوي تكل، عندك تبث بالمكانين الا بس يعني واحده من الشروط يبغى افريج 100 مشاهده، ما راح يكون في 100 مشاهده اذا انا بث على تويتش منطقيا. 100 مشاهده ايام ما كنت اجيب التوثيق كانت موجوده على كيك، بس لما صرت ابث على اثنين صارت 15، هذا المنطق يعني. فنشوف يعني مع اقرب لعبه دانا الحالة ما يمديك شلون يعني جت تخريبات بتلعب سوز. لا هو يقترح منك حتى لو انه كويس في مصلحتي ما ابغى اسوي الا لو تجي برمضان، والله اثنين في واحد بتصير رمضان خلقه جوا جو بثوث صار يعني. اوف والله كان ذلك وشيكا. او كيكي ان شاء الله فبراير صح 24 فبراير في جاكو نكبزه. وشو جاكو ذا بعد من وين طلعته؟ نعرف نونو لايف اكتوك، من وين جبتوا لي جاكو هذا؟ سافر جاكو حقنا تكتوك سعودي بالله صار عندنا تكتوك من اول كذا. عطنا سيف هناك ننظف لك المنطقة. والله شوف انا عندي احساس انه هو المكان نفسه يبغى له تنظيف من غير اللي بيكونوا موجودين في البث. احساس والله اعلم، ان شاء الله اني غلطان. وبعدين فعلا وبعدين لا فيش طريق سجن. عرفته بعدين، عرفته بعدين. ثقمار في كيك اتوقع. لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. سلمات لي في الشاشة لنفسه مكتوب نظافة من الايمان، ما حطيت ال 7 تي في لان حاطه بسادة. تبغى تكفى بوقت تصير مشهور، يكفيني انك انت تعرفني يعني. ما احتاج شهرة من اخرين. نقاط نقاط من طرف ثالث ما له علاقة بكيك، زي نقاط ستريم انمنتس اللي وزعها عليكم بعد البث تقريبا ما منها فايدة. سكيب بس خلاص. هيل الهيل هذه الخضرانية وش تسوي اللي فوق؟ تعبي الذا الوقت. Get injected into the microscope to save man's best friend from the insect. Will you be the vaccine to save dog kind from extinction? بالله انا كلب في الكلب ولا انا فاهم غلط؟ او مثيل الكلب والله اعلم اذا كنت فهمت لورك يعني. يعني تلعب خنزير وداخل جسم كلب. اها كلب المطور ليه لبس كولان بونز لو كلاب القراص؟ اصلا ما ادري ايش اللعبه بس دائما قراصنه. لا يعني انا خنزير ما كلني كلب. وقعد 50 دقيقه في الديمو والله اني ما ادري ايش اقول. عرفتوا يعني لاي مرحله وصلنا في الطفش؟ عرفتوا ليه انا يعني ما ابث واجد؟ يعني هذه احسن الخيارات الموجوده في السوق حاليا.
يعني لهالدرجة وصل حال بحيمان انه يقترح اللعبة هذه؟ لا اله الا الله، والله وضع مزري. زين انه نايم الحين بعد. لا طريق فوق ياكو، حقنا نفس السفاري اللي بتيك توك بنفس الاشخاص. وما ادري ليش يعني كل ما صار شيء سبوا تيك توك ضعيف، نعيبوا زماننا ولعيبوا فينا. يعني كأنك إذا شلتهم من التيك توك بيصيرون أئمة مساجد. مسألة أخلاقية. الكود نيمز الحين عند ابو يضل الشغل. هذه كلبه قاعدين نلعب فيها. سريع مرة ثانية. لا لازم نرجع. صوت المسألة الأخلاقية اللعبة هذه وش فيكم عليها؟ التدقيق الواجد يتعب نفسيا. لا ترهق مخك بالتفسيرات، خذ الأمور على ما هي عليك، صدقني تفلح بحياتك. شكرا يا فهد، شكرا على التكفيته. اخي العب كبير نازل قريب، اقرب شيء في الصيف بلاك ميث هذه شبيهة الصينية ولا بيجي تفريم الارض؟ احا صح، اللعبة الصينية كيناوي قال لي بث الاضافة. انا ناسي لحظة، انا ما اخذ الاضافه من زمان ببث، انا توي اتذكر. بسم الله اخيرا ذكرت. انك ما تستاهل بس يلا، بس اصبر يبغى لك تشغل البلاي ستيشن هذه. اسمع ايه بس السبب توسون افريدا ليت مي سي يور ريبورت كارد سون ماي فريند جاست بورود. اسمها لعبة هارمونيز اوديسي، هي وانت تو سكيل هيز بيل. اسمها خليها جيمز ديموز لان اتوقع انها 15 دقايق. رجعنا
خلاص نلعب هارد. خلنا نفهم اللعبة بعدين بحط هارد. الماوس. أيوة. الماوس. يا كوب. طيب خلنا نبدأ شلون؟ نبدأ. أبو يقول لابنه بعد انتهاء الامتحان دعني أرى شهادتك. قال له ابن صاحبي أخذها حتى يرعب بها والديه. لا أحد مفعل شيء. أنا عندي اختصارات كبار لكن ضغطتها بالغلط. كده طيب. أحسع الصوت بالله. عليكم السلام يا رنة. الله حي. اها طيب مجهول يقول يموت الالف بتس. انا حاط اصلا مكان الالف لاني قاعد تحوس وشلت حق رشوة بعدين قال قراطيس رجعه بعدين رجعته حطيته مكانه. ننا شل ننا الزبال رجع سيلفي اصبر رجع لك أنا نخلي 5000 بيتزا. شايب مجهول يقول رد عليه. كلمة مجهولة. خلاص حدث الصفحة يرجع لك. يلا بسم الله. وش أسوي الحين؟ سكب لله در أبو أم الله. نون هذه هنا. هذه هنا. رورورو. طيب وبعدين اشتغل انا كنت. طيب هذا هنا. هذا هنا. هذا هنا. تبني المكان وبعدين تسوي الغاز داخل المكان كذا نظام اللعب. أبقيك من زمان البث والله لك فقدة من زمان ما دخلت بث والله ما لومك يعني أنا نفسي ما بث واجد وإن بثيت تعرف أوقاتي عاد يعني فجريات يا صبحيات ناس مشغولة ونايمة مشغالها قلنا شطرنجية. لا تغريني أنا بيها من الله. طيب الحين دور الاختلافات الستة وحسب معلوماتي من مصادر الخاصة لو حط هارد إذا ضغطت بالغلط على مكان واحد يخسرك عيد من أول. وقالتك الصراحة الفترة هذه ماشي متأكد بس الفترة هذه أنا من لها سنتين وهي ماشي زعموض المنسج يمين فوق الباب طررم خذ راحتك يا سر عزيز يا خير. جنب الباب وين جنب الباب نص تحت الطاولة هذا طرن إيه. هذا الشيء طررن نوول جايين ذا اللعبة قاعدين في جسم كلبة لنا ساعة. هذا هارمونيز اوديسي از اي ثلاثة دي فانتسي بنتشور بزل جيم ست اون ميثيكال دورة مز فول اوف ريدلز بيركي كريتشورز اند ماجيك امبارك اون ايه فانتستيك جورنز ثرو ريموت رودي كات اند برينج تيس تو اسهدتا الحين ماش المغرب والعصر كان والله يعني شوف المغرب والعصر مرات انا اكون صاحي فيه بس يعني افضل نلعب باق مع قراطيس هذا اكثر شيء ياخذ وقت الصدق او اسوي شيء ثاني او احس يوتيوب او دور العاب مرات قليلة بعد ممكن ان يعني داهم او انشغل فاحب دائما اوقات الاضامن اني فاضل
كذا ما في زي الفجريات، خاصة الألعاب أصلاً يعني تقول لك بث الأوقات، لو في لعبة تسوى بثناها عشك. بس الأصل لها وحشة؟ يمكن قريب نعطيها بثين ثلاثة. إذا تحرك للثلاثة توقع لا. عليكم السلام فوفو ألف، شكراً للاشتراك للشهر 29. أهلاً وسهلاً، كم باقينا؟ باقي شيء واحد. باقي شيء واحد. عندي الموضوع. بنزر 9 أن أقول لك 4 عمده كل عمود كلمه مختلفه، بس لما تجرب كلمه الكلمة تتجرب على كل الأعمدة، وقتها الحروف الخضراء معناها صحيحة وبمكانها الصحيح البرتقالية صح، ولكن مكانها غلط. وبسم الله مد اكس 20 بنزل 9 أن أقول لك 4 عمده كل عمود كلمه مختلفه، بس لما تجرب كلمه الكلمة تتجرب على طيب آخر اختلاف وقتها الحروف الخضراء. أحس يا سار لا شف إحساسك ما أبغاه يا كبوم، أنا أبغى النظرة الثاقبة، أبغى عيونك إحساسك، خلي يولي شوي على جنب. أقدر أضغط بس إنه يعني ما في احترام. طور مش تدور عن هذا حق مين؟ لا يكون حق السيسي. أي والله حق السيسي. كيك سحب مني $5، يقول اشتراك كيك في عند قناة 1881. أنا ليش ما ألغيه؟ أكلها في الظل بالله. هذا بتويتش ما بث، ببث هناك. طاولة إيش فيها؟ كنترولر، شفتها كنترولر على الطاولة. وين؟ طقن. صرف لي كظومي اي طاوله او اليسار ثاني المكتب هذا هنا فنان كظومي. ما شاء الله الطاوله يوسف كاتبها للساعه وساحب عليه. هذا جايب اللور والحين يسال يقول شو تدور عنه. صوت اللعب عالي. يلا 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 اللي بعد. كم اختلاف؟ لا ما توريني قصة، هدي سكيب على عينك وغلعب. خد سكيب، والله اللعبة فنانة. يا مع البزلات اللي نحبها في بزلية واحدة وفيها سكيب. مش تبغى؟ وقعد ابني. لا شو ما ابغى ابني. هذه أرض أبنيها رتبها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا السور. عرفت شلون احرك يا مطور رجال؟ شلون طق؟ تعال انت هنا، تعال انت هنا. شرح هنا شلون ليه طق؟ ايه شجار هذا طقطق اكتمل. باقي الكمالية اللي هنا. نداء لم آت أيفا نوتن شطبة سفلية موجود من اكس درايف مد اكس درايف. كذا صح عليك. بس لحظة صح عليك بس يعني كذا. هذا هنا شطبة سفلية. أوه
اصبر اصبر شوفوا هذا قاعد ياكل بيروح هنا يا هذول يطبخون هنا لا شوف طرطق يعني خلاص وضعك تمام بقى الطرطقة اللي هنا خلاص طرطقناها لا 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 اصبر شال السور الازرق يخسي شايب هل طحت على مخك وانت صغير لا ابغى ايه طحت على مخي وانا صغيره ركز السور لا يعقب السور يمشين على كيف انا بحلها باسلوبي طيب طقط لحظه هذا هنا هذا هنا هذا هنا يا مطور هم ياكلون من هنا من رجع اصبر قاعد تخسر اصبر خل قاعد اخسر ما ابغى افوز انا و طقط لحظه 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 خلونا نركز دقيقه 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 طق طق تمام هذه بدل هذه هذا مثلته هذا هنا كذا طيب وش تبغى يا مطور تبغى يا مطور وزني شرطين لاس كباب لا من الخطأ أني أحطها جنب بعض لازم أفرق ما سقيت شجرتي يا أخي قسم بالله العاب الشجر هذه حلوة بسم الله بس أنا جنبي موية ولا هذه يا أبوي أنا سقيت الطاولة أكثر من شجرة كل الموية انكبت طيب تقول لي شجرتين لا لا أنا ما أبغاها جنب بعض ما أبغاها جنب بعض بس لحظة 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 كذا كذا السورة الأزرق السورة الأزرق لازم يكون هو اللي أوكي رجع الكلب خلى نستكشف جسمه لسه ما قفلت اللعبة صدق رجع صدق ثانية بس هذه عندي شوف السور شوف الأطراف الزرقاء ما أدري شفتوها ولا شوف هذه هذه تصير هي الأطراف يعني أحط هذا هنا هذا هنا هذا هنا وهذا هذا هنا بس يعني الموضوع أبسط ما تتخيل لا والله يحلف من جد ولا من جد والله كيف شلون والله بس شفت قلت لك الشجرتين مو بجنب بعض أهم شيء أثبت وجهة نظري يعني عندها هذه ما فيها سور هذه يبغى لها تشغيلة مخ عرف لي المطور طق طق طرط طرط بعد اللي بعد اللي بعد جلدي ايه بنجوين طيب طيب اعرف سم عرف سوي كذا وكذا بعدين فرفكها بعدين اسحب هذا تحت سوي كذا بعدين طق هو قاعد يشرح اوكي يحد حيلك طيب هذه اطراف نبدا بالاطراف بعدين هذا طرف طرف الويرلاك طيب هذا متماشي مع النسق البيت بس هذا ما تنسق معه وهذا ترميه اوكي هذا مو بنسق اسحب عليه هذا سور هذا سور بالشكل اللي على الشارع هذا هنا هذا وهذا متصلين ببعض لكن بسم الله بس هنا بعدين هذا من الشارع الشارعية هذه
الحين كملنا الشعر. طيب وبحث عن سور ازرق سر عرفت هذا حين فكر فيها كمعماري لأنك أنت اللي بتهندس المدينة. وش اللي بتسويه وش اللي بتحطه؟ بس الشارع تحت من النص. لا أنا ما أبغى إحساس. لا ما أبغى إحساس. أبغى منطق. أبغى أمنطق المكان. عرفت؟ أصبر. أنا عندي إحساس يشبه إحساسي. بس أنا هذا استكمال للسيارة. هذا استكمال للسيارة هذا. تعال. أن السيارة هذه. يعني مما يعني أن هذه هنا. بداية تكون هنا. هذه السيارة الثانية هذه خلاص كملنا الشارع تمام. مشكل مع السور الأزرق. إيه هذا بهد معادي. ما يشكل عائق بالنسبة لي. سور. هذا الجزء غير متماشي مع ال مع ال ماهية المكان يعني. جود من قصة وشجر. نمت القلب نفسي ما شلته. جود. مقسومة نصين نص اوكي كذا تقصد طيب هذا وين نوديه هذا مناسب امتداد للبيئة شكرا يا عبسود بدري توك تجي والله يا فاتك لعبنا بخنزير داخل جسم كلبة لعبة السنة اللي بتخليك تترك بالورد وفيفا وكل العفن اللي قاعد تلعبه بيت الأصفر مكسوم شكرا يا بسود وين بيت الأصفر هذا ها يعني هذا يسار صباح الخير يا مجهول والأنصاص كملها لا أنا أبغى أكملها حسب يعني أبغى منطق المكان ما أبغى يعني زي الألعاب التركيب شوف هذا ركبة مع هذا لا أبغى كيف المنطق كيف إن المكان بيكون يعني أجيب لكم مثال هذا البيت حطيناه هنا وين الثاني حقه قرنفل هذا بعد بيت يبغى ثاني أصبر هذا هذا أنت مقصوص هذا مقصوص هذا رجع ورا إيه والله هذا بيت يكون منطق ونص البيوت مقصوصه لا يا كالمة ما بعد خلص تصبر انت لما تحكم تحكم على النهاية هذا سور سور ازرق يتصل طيب اسمع هذا هنا هذا هنا هذا هنا هذا تمام الأطراف فيها مشروع تشجير مكتمة هذا البيت الأحمر وين أخوه؟ طط فلت اللعبة؟ لا شو الشاشة الثانية فيه هنا كيكة مقصوصة يناوي تعال نكملها يخرب بيتي يخرب بيتي بيت الأصفر حطه مع الشجر بالله هذا بعد ذا وين اخوه تعال انت هنا تعال انت هذا كم كلمك دخت والله اني دخت هذا هذا ليه السيارات مقصوصه وقاعده هنا اي حق عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يلا حيا يقول لك يقول الناظم العمري تذكر زمان كان رائع الطيب يذكر
وذاك المجتمع ما فيه منكر وكله كان بمشغول. حاب نرجع لها يا يوسف اصبر، عندنا سيارة هنا لا تذكر. ها هذه واقفة قدام البيت اللي هو هذا، بس أبغى منطقها أكثر. قدم الطريق. لا 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 تسألني ليه، بس لا. البيت اللي قدامه نافور يجي بوسط الشارع. لا لأنه ما في منطقة. الطريق أنا أبغاه كذا. طيب الخضرانية هذه تجي هنا. إيش جرى مقصوصة؟ تعالي تعال ماما. هذا وين مقصوص؟ خيمة ذيك خلاص كاملة. في بيت هنا من أخوه. هذا وجهه على وشو؟ كلهم على تحت. شو نكملهم؟ آه والله المهندس حسن مديرة. اسمع عليكم، عندي الموضوع، عندي الموضوع. وين المنعطف؟ سويت أنا، اصبروا. منعطف سيارة الصفرة وين وديت؟ تعالي يا منعطف. لا شوي، تعال انت شارع. وين وديتها؟ الشارع كان تمام. لا كان بسبب زحمة، كان بسبب زحمة لأنه جاي بالنص. أنا أبغى على الطرف عشان حتى الكربونات ما تأذي البيوت فوق. هذا الكلب يجي هنا، هذا هنا، هذا هنا. حلو، السيارة الخضراء جاية هنا. أوكي تمام، هذا هنا، هذا سور أزرق. هذا هنا صح. Let's go. عندي الموضوع. إيه الموضوع؟ اشجير بنخليه هنا. يلا ايه بيت اكثر الى جوانب. ايه هنا. زاوية منطقية تصدقون عندي هبدة. الشارع ودي صار مرة، ومشروع التشجير ننقله على اليمين. بيصير انت من تو؟ هذا من ولده عمين. وش فينا وديت هناك؟ اصبر، هذا السور الأزرق مفروض أنه تبع البيت صح؟ يعني يبغى له شيء ثاني في سور أزرق. بس 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 توقع أني أعرف. تعال 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 تكين يعني. بس كملنا البيت. البيت منطقيا يكون فوق. حبة حبة قاعدين نحل الموضوع. طيب السور الأزرق هذا من هنا. طب لا مما يعني معلش يا بيت شوي بالله. طيب مو بهذا ايش ينشبك مع هذا الشلق ولا كيف يا مطور؟
الشارع تمام. بنقل بنقل اللعبة على الجهة اليسار. شوف السور الأصفر لازم لك ماله. عيد نفس الطريق. لا 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 بنقل الطريق يمين. صبر صبر. أعطوني فرصتي أعطوني وقتي. تمام. الحين هذا تودي هنا. طيب السور السور. السور الأزرق. حلو البيت والشارع تمام. باقي الخرابيط اللي تحت اللي هو نبدأ بالشجرة هذه. لا البيت البيت. نسوي البيت. اثنين. نشيل سمك. هذا يجي هنا. اصبر سويت بيت بالغلط. دقيقة. شكلي عرفت شوي. اصبر اصبر بالله. انا اركز. ادري انكم قاعدين تعلمون وتغششون بس اصبر. انا عندي لمسات الخاصة ما ابغى اخرب. الشارع تحت مرة. الشارع تحت مرة. لان منطقيا هذا السور لازم يكون فوق. نزل شوي. حلو عدلنا البيوت. عدلنا البيوت. باقي لمسات بس في بيت هنا ناقص. لازم نكمل مع البيت هذا. عشان نكمل مع البيت هذا لا كذا اكيد. طول بالطول. طول بالطول يعني اللي بالعرض تشيله هنا توديه. عرفت من وين مقصوص؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا. إيه انت تبع مين؟ طيب شوف كل شيء مكتمل. هذا البيت الشارع تمام. اوكي خلنا نتفق الشارع تمام. البيت هذا تمام. هذا بيت هذا بيت. هذه الشجرة كملناها. هذا بيت هذا بيت. طيب شو يبغى؟ السيارة الحمراء مقصود. ها لا سيارة كاملة. لا هذا يجي هنا. طرطق. طيب طرطق. اصبر الابيض هذا يجي هنا. اوكي اوكي اوكي. اليوتيوب واشف الحمراء مدكس راسي مدكس راسي مدكس تمام. راسي مدكس راسي. كالما كالما. اوكي السيارة قدام هنا. لا اصبر اصبر اصبر. لحظة 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 وش سويت؟ لحظة لحظة لحظة. شكرا الله. هذا شفت كملنا السيارة هذا تمام. وين حلوين. كيكة تحطها جنب البيت. اوكي كالمة كالمة كالمة. الحين انا حبة حبة قاعد اتعلم. السيارة الحمراء كملناها. السيارة الحمراء كملناها. الطريق ماشي تمام. لا لا هذا ما عجبني مكان. هذا ما عجبني مكان. طرطق طرطق. اوكي السور كملنا. السور البيت هذا هنا ما قال طرطق. يعني شوف ك التصاق الاشياء ببعضها البعض توقعنا تمام. دقيقه دقيقه لا تشتتني كلمه بالله. بس المشكله في لازم انقل شيء من مكان لمكان.
ف بديت الشارع يسار شار مر لحظة في شيء خطأ هنا في شيء أنا غلطت فيه لحظة فيه السور الأزرق المفروض أن يجي هنا بداد لهم لكن لو جبت السور الأزرق هذا وشلون طق ليه 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 طق ايش تبغى أنت لا مو بشرط أنه أزرق لأن البيت إيه السيارة تختفي دقيقة الحديقة السور الأزرق مقصوص لف الكاميرا أتوقع لا غلط أتوقع غلط عليك عطوني 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 وقتي عطوني وقتي طب لو نزلنا الشارع تحت السيارات رجعها رجعها لا تكمل الناقص تمام هذا السور وين اللي كان يكمل هذا تمام هذا توقع صح جيت وقلت هذا أزرق يكمل أزرق يعني لو تحطيت هذا هنا والبيت هذا هنا عرفت ليش ما يكونون عبارة عن نهاية أوه أوكي طرطق بس ما هي بالطرطقة اللي أنا أبغاها أتوقع هذا لا يقول لك جنب الأصفر يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى دائما هذا البيت يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن كونان كونان أسرع فالزمن يجري كونان كونان هيا يا كونان لا 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 يخشى المحنة ملناها طيب يا مطور اصبر 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 حلينا السيارة الصفراء لا هي كالمة لا هي كالمة تخيلين قاعدين نلعب ديمو كل هذا يعني اللعبة بحلب حلب الأرض والله يا مطور شوف أنا بتكلم عن نفسي كل شيء تمام شيء تمام تبي تتفلسف لا بس 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 يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى دائما المحقق كونان يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن كونان كونان أسرع فالزمن يجري كونان كونان هيا يا كونان لا 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 يخشى المحنة قال لك من أول الشارع تمام اي بس كان منافي لنظرتي انا كان لي توجه مختلف عن اللي كان ماشي في اللعبة تبغى غير عشان جودة الحياة تبغى اطور منها كملنا السيارة هذه الحمراء بيضاء هذا الشارع يعني هذا هنا وهذا هنا طيب الآن وين حقت جودة الحياة السيارة الصفراء تكمل هذا السيارة الصفراء تكمل هذا هذا تبع البيت السور الأزرق أو الرأس في الجالة هذا لا هي كالم لا هي كالم السور الأزرق حطه تحت يسار لا بيت الأزرق لا
المطعم قابل الشارع بشكل لا أصوم اللعبة أرفع ضغطك هذا المطعم ناصر هو الآن كنت ماشي صح الآن سيارة مع السيارة البيت المقصوص البيت المقصوص لكنه يتنافى مع تاول حلو 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 لحظة حلو 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 طيب خلصت يا مطور شو تبغى وش يبغى وش يبغى اقسم بالله مدينة احلى منها ما في السيارة الحمراء مكملة السيارة اللي على الشارع كذا البيوت مكتملة هذا لا بيخرب السيارة الصفراء السيارة الصفراء لازم تكون هنا هذا إيه؟ هلا وش سويت الله كل شيء صح اوكي هذا احس انه مو منطقي بس لحظه هذا 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 هو اللي كملهم لا لا اصبر انت انت تكملهم اوكي ايزي ايزي بس ان الارضيه خدعتني في بعد ان التشابه بين البيتين ايزي خربت التفاهه خربت التفاهه اللي بعده المرة أدخل بثك واضح بثك ممتع أخذ يلا 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 والله ها بسم الله رهان إسلامي من أقدر ما يقول أشوى ما في أمس من اللي سوى خذ يوسف أول ما قلت يعني قاعدين لهم ساعة ما سوى شيء يوم قلت رهان إسلامي قال لك طق سماعات ريزر حالك يا السبك بسم الله بسم الله خمس دقائق لين جاهز ولا المفروض إني حتى أحط يعني أكثر من كذا بس عادي بالخمس دقائق بفوز خمس دقائق بفوز كذا باب أحاول أمنطقها شوي أحاول أجمع ما بين منطقة المكان حيث أنه يعني نرفع من سوء جودة الحياة في نفس الوقت بس نتصوت وما عليك لأن الموضوع بيكون تافه بالنسبة لي أنت فائز 20 دقيقة أفضل يا رأي منطق قبل شوي ساعة ونص أوكي 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 روحوا صوته أحمر روحوا صوته أحمر تفكر الحين طول عمره أفكر بس أنا بحاول أمنطقها أكثر طيب بسم الله أنا وقت الرد خمس دقائق السور أزرق هيك في شارع وش سويت
في شيء قال لي طرق وأنا ما أدري إيش سويت بس تمام. روح. حلو جودة الحياة ملتزمين فيها حتى الآن. اصبر لا رحت رحت الشاشة. وين جيمز الشاشة الثانية بعدين تشوفوني. طيب شلون يقولي ستوب ستوب؟ لا مو بستوب اصبر. طيب هين منطقنا المكان اللي هذه النقانة الرايحة هذا. المنطقة مثل المنطقة الآن باقي العفن اللي في النص اللي في هذا مثل هذا. قال لك منطقة مع جودة حياة. بدأ فلوسك يا عالف. منطقة أم المكان دائما أنا تحت الضغط أعمل بشكل مختلف ما عارفين ذا الشيء. بس كذا اللي طالبينها من تقصد لعبة ولا حقت كيك؟ حقت كيك مطنش يعني لسه باقي عشان ما نبدأ فيها. يعني اللعبة ما فيها طلبات معينة بس تقعد ترتب الطريق. طيب وش ذا الوقت وش يبغى؟ وش يبغى؟ ستارت ديك لا يبغى لها واحدة من الطلبات 1500 فولور. على ما نجيبكم حبة حبة بنشتغل على الباقي. انزلت اللعبة الحلوة. ارجع يا سيارة. اسمع اسمع طيب. لازم اخذ الدقات. شلون له 30 راس؟ والله فنان اللعبة. الحق ما يدري. والله ايزي. سكيب. تبغى رتبها؟ لا وتكون اللعبة حلوة. عارف انك بتشتري اللعبة الكاملة خلاص وقت عشان ما نعيد هذا كله بالديمو. عرفت هذه توديها فوق. هذه توديها فوق لعبة هيمان حقت الكلب الخنزير توديها تحت مو في النص. لا تحطها اسفل تحت. ديموات عشوائية ما ادري هذا وش ولا ادري هذا وش ولا ادري شو الكويس. شغل عبسود شوف شو السالفة. أما أنا معنا ربع ساعة يعني حقت لعبة لعبتين. رزان خلها تولي كلمات يبغى لها بالثاني. الله يعني إيه عطني العفن. يا حزين حجي قفلنا أم اللعبة. ها نحن قد وصلنا إلى ختام بثنا والذي نرجو أن نكون نرجو القم. والله فنان عبسود سوي ور لعبة من أقدر ما يكون بس أنا مناسبة لهكذا بث. يعني حتى الزاميط ما تدري وش عبارة عن إيش ولا يموت ما يموت. يا صاملة اتركني. بروك
طيب شيل لقينا لعبة شنط. والله الصد ما أنا من زمان عنها بس ما جا في بالي بصراحة. أزرار هذه فلوس. شيل تشيك بوينت. طيب إلى متين وش أسوي قدام؟ وش العقبات والصعوبات اللي بواجه؟ جوكر A Classic 3D Platformer with A Tactile Twist. Open and fold and rotate your way بعد شوي سألنا وش فكرة اللعب. Open world with A World. عليكم السلام وكم باك أجي ننام. تعال هذه اللعبة جيبك. Explore, solve puzzles and make friends as you try to find every last egg. ما تقول برس البي والكنترول ما تشتغل. يزر أكيد. شلون يقول بك بك؟ بسم الله. سمع في اللعبة إنه يقول بك بك. روح فوق فوق يا بك بك. لا مو فوق تحت معلش. طيب وش عندنا وش عندنا؟ نجرب هذه. عليكم السلام يا خم. يلا حيا. وش فوق فوق المفروض الألعاب الكويسة بعد ما نجرب ديمو يكون كويس ودي فوق بس غلطان وديتها تحت حيث تستحق. click to join. هذه ثلاث أشخاص مجي أربعة. اصبروا ما خليكم تشوفونها لين لا أوكي هذه ما تلعب. أنا لازم أشخاص. لكن لو دخلت على أونلاين قلت له طق سويت ريدي your lobby is empty. Quite a friend to play online. مع السلامة. السودة هي اللعبة حقت حقت online بس بخليها هنا بشكلها بعدين. اللي بعده. اللي بعده. أتوقع 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 أن هذه حملتها قلت بتأكد كويسة ولا لا أساس يبثونها يعملونها بالشات أظن. فبغالي شكلها يوتيوب أفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بركاته يلا حيو مشت اللعب رعب بالله ليش ما انزل تحت طيب وش لي يضغط لا تقول لي مربع مربع اقول مطور بياباني بنجر زعيم المجلت والشكالة ما فيها سكب برذيب وفي البحر حوت بن حوت شيخن يريد السلالة تقول كانه ما سمع سيرة الموت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تحت معنا كيل أرتين هذا الديمو الحلو أها بس 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 بوريكم لعبة الأرض ختامها مسك ختامها مسك لعبة شاتية قذرية ما ادري ليه حاطين لك شخصية انمي بالواجهة بس اللعبة يعني ما لها علاقة بس يجيبون السبايك زي مصعب علقت اللعبة اصبر سريع قلت تبغى ثيرد بيرسون ولا ثيرد عشان كل سكري قلنا نقول له اسم جودة البث جودة الحياة قلنا نقول له الصوت يا أخي أدري والله
اكلمك. لا لا ما ابغى توتوريال، لا ما تعلمني، دخلني الجيم، دخلنا جيم. تعالوا تعالوا جوين تيم 1. وين السلاح؟ كان في سنايبر. تقول مدخلني جيم فاضي مسلك لي سنايبر رايفل بازوكا. وين الناس؟ هيك اصبر جاي نقول فيديو فيديو. لا هي كان مخيرني في البداية المنظور. بس حطه صار على الفيرست بيرسون جينيريك. ادري كظوم رسم عندك اي اي لعبه كذا جاء فجاه قدامك نفس الجيم شلون ما تدري. انت اصبر يا اخوي قاعد اجرب ما معي حتى سلاح، شلون اشيل سلاح؟ صح الاسلحه مويه نسيت اقول. انا ايش تحارب بالماء ما تموت. وش اللي غير السلاح الثاني؟ ثلاث ربع ارتو ما في الا انا. هذا من هو اجل بيو 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 بيو. لا دقيقة اي هذا اللي ابغاه السنايبر اللي قبل شوي. شوف في فعاليات في اللعبة. Browse custom game. No host found. بالله. والله شكل لعبة فاضية. طيب خلنا نلعب التوتوريال. لحظة. شو اسم اللعبة؟ لا ما في. والكومنت واللور. لعبة غريبة. كذا سبرنت عادي. تضغط شيفت خليك بطيء. عكس كل ألعاب الدنيا. بس أفلم احترامي عشان كذا بثناها بالوقت. شوف لا لا تغرك المشاهد. جيم بلاي حلوة شكله سريع سلسة. تلبث الغدرة ما تدري إن كل بثوثي غدرة لازم تكون مستعد لها طول الوقت. As a adrenaline fueled FPS TPS multiplayer. القمنت واللور. من هنا تبدل الأسلحة. بالله طيب وبعدين اوكي الايم وكل شيء تمام خلني العب اخر محاوله. بس اعطيناكم ومضه سريع. رجال ما يفرق كلهم صينيه. جيم فاضي مع السلامه. بس اخذت فكره ان ما هي اللعبه. بسم الله تحت اسفل سافلين. لعبه فاضيه ما في احد. يوم اللي بعده والله شوف معنا وقت معنا وقت معنا وقت معنا وقت نلعب جولف. حلو بسم الله بسم الله. لعبني أصبر الصوت قبل لعبني الصوت. يلا الحين لعبني لعبة
يلا بسم الله اضرب كوالا. حلو صفق امر خمسة خذ باللعبة خذ على عينك اعطاني 5 ريال 25 احا. طيب شو الحين اجمع فلوس ولا فيه مكان اروح له ولا شلون؟ وتزينة وتلبس ها؟ لعب كم مرة؟ شكلها تجميع فلوس. أبي 50 أبغى أخذها مع 50 الثانية اللي على الخنازير. هناك في فلوس. اصبر اصبر شوف شوف وزني. خلي هذاك يدفك على الفلوس اللي قدام. أوه كان ذلك أول شيء كان. ما توديني عند ثور. الله لا يوفقك ويلعنك استغفر الله العظيم. توني قاعد اخطط اقول لو ان اللعبه تخليك تبدا من المكان اللي وصلت عنده الله لا يوفقك. هذا هو صح؟ اصبر علم امك. اوه الضربه ترتفعت خذ على عينك. على عينك. شو الفائدة؟ أتوقع يعني غير تجميع الفلوس إلى الآن ما أشوف شيء. طيب أوكي هلو خذ 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 ما يدمج. طب خذ 25. بسم الله باب ريلم رويال. عليكم السلام بودس الله حيا. طيب جاء مرحلة المجوهرات. سريع سريع للزعامية. طب تقول الزعامية باقي عندي قلبين نخلص الضربات ونقفل البث. شخصا ولا خلق سير بزر. سريع تكفى 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 تكفى. يلا خذنا 200. حلوة 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 أح. هذه تستاهل الدمج يعني خذنا فيها فلوس. بس بس وقف وقف الله لا يؤمتنا اثنين يعني لا تكمل. سوي سيف رقم 13 خلص. بس هذه ديموات اليوم بس والله حق الكلب والخنزير حليو. الثاني 10 من 10 صراحة. اللعبة الثانية 10 من 10 فبيجي لها وقت إن شاء الله يعني حطت في اللستة هي خلاص. أنا وش فيني على الشاشة هذه؟ لا مب هذه شاشة هذه حقتي. بكرة يا طوال العمر طبعا الموضوع يعتمد على النوم أكيد. بس هو ويا زي هالوقت يا بعد فجر يعني الأكيد أنه وقت سافل على ألعاب الوقت الفترة هذه يعني لازم نبثها الوقت قادرة لأن ما في شيء يستاهل تبثه وقت يسوى. والله تعب شديد. سمعني بعيدها لك بعد شوي عشان خطي فيها. شكرا جميعا وإن شاء الله البث يكون بكرة بعد بعد 3 أيام 4 أيام بس أكيد زي ما قلت إنه في وقت غبي. نشوفكم وقتها إن شاء الله. اللقاء. يا باب أسناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاته بس بدي اشرب الحليب السوسة نخرت في سناني أهو 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 يا أسناني صوري للدكتور سني فرجاني ست السوسة قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا فسفوسة والله لا كل تفحر حأنسى كلها الحلويات روحي كل خضرا وحليب ما بدنا شبس وغازات بالسواك والمعجون عندي حملة تنظيفات